إلاء كوري رئيس جمعية تجار ماشي سنترال في المستدامة. بالنسبة للوضعية اللي تعيشها التجار ديال الأسماك ولا تجار ديال الخضرة بصفة عامة، لأن كنعرفوا حنا سيرتو في ماشي سنترال كنعرفوا على الكساد. الكساد كيتجلى في مجموعة ديال الأشياء هادو اللي هما اللي كانوا أثروا هنا كتجار، لأن بحكم حنا كان في السوق المركزي كان عندنا 8 ديال البيبان، يعني جات السلطة شدتنا 6 ديال البيبان خلتنا جوج، يعني خلتنا جوج. دابا الناس كيجيو كيلقاو جوج ديال البيبان، مع ذلك بعض المحلات مسدودين، ملي كيدوز الزبون على مضرب ديال السوق المركزي كيلقى المحل مسدود ما كيبقاش يجي. ثانيا بالنسبة للجائحة اللي كانت شدات التجار ديال الأسماك، اللي كان شداتهم تقريبا واحد 210 ديال الناس اللي كانوا فيهم الجائحة ديال الكورونا، هذا هو اللي أثر على المبيعات ديال الأسماك، واللي خلى دابا واحد التراجع كبير بالنسبه للاسماك. وكتعرفي بان كاين بعض المحلات اللي هما اللي مغلقين تقريبا لسنين، هما مغلقين داخل السوق المركزي، ومع هذه الجائحه يعني ولا كلشي ما بقاش كيبان. اللي خلانا حنايا واخا حنا حالين يعني ما كاينش واحد الرواج وواحد الاقبال بالنسبه للزبون داخل السوق. اذا بالنسبه هنا للسوق المركزي ما كنعرفوش حنا تقريبا دوك كما كنسميوه دوك الناس اللي عندهم لي باني ما كنعرفوهمش داخل السوق المركزي. شكون اللي كنعرفو هنايا؟ كنتسناوهم هذوك الناس اللي كيجيو حتى للوحده كيقتنيو الحوت ديالهم هنايا وكيمشيو عند ديال المقاهي ديال طهي السمك هما اللي يولوا. ولكن دابا المقاهي طهي السمك ما فاتحينش، الا فاتحين دابا تقريبا امبورتي للاكله الجاهزه، هذوما اللي حالين هذا هو اللي خلى الكساد داخل السوق. وتقريبا بالنسبه للتجار هنا كيعانيو لان ما عندهمش شي دخل اللي هو قار. ثانيا بالنسبه ما كاينش تعويضات ديال صندوق الضمان الاجتماعي ما كاينش. ثالثا بالنسبه اللي كان ملتمس اللي كنرفعوا لمجلس مدينه الدار البيضاء في ظل هذه الجائحه هذه، كنطلبوا منهم باش حنا يعفيونا كما عفى سيدنا المحلات ديال الحبوس اللي عفاهم من واجب الكراء، حنا كنطلبوا منهم باش يعفيونا من واجب الكراء ديال هذه المحلات هنا اللي داخل السوق. في هذا الجانب هذا ديال المشكل اللي كنعانيوه دابا هو مشكل ديال التعليم، لان كاين مجموعه ديال التجار هنا اللي عندهم ولادهم كيقراو في الخواص، هو اللي كاين هذا المشكل اللي واقع ما بين الاباء وما بين المدارس الحره. هي انا هنا كاين بعض الناس اللي ما استطاعوش باش يخلصوا هذا، كيجيو عندك بالنسبه لحنا الجمعيه كيقول لك خليك لو ما عطيني شي حاجه اللي كتثبت بان ما كنتش خدام، كنعطيهم بعض التسهيلات، كنكونوا معك جمعيه كنعطيهم التسهيلات هذه، اساس كيطالبوا بها بالنسبه للمدارس الحره، ولا يكون على وعسى واخا يخلص النص ما يخلص زعما الواجب كله. هذه بالنسبه للتجار هنا اللي وقع لنا. بالنسبه للضرائب باقي الوضع ما شناش بالنسبه للضرائب. المشكل ديال كنعانيوها ثاني ديال الاتصالات، لان كاين الناس اللي جاهم الفواتير ديالهم، والمشكل الاهم من هذا الشيء كامل هو المشكل ديال اليدك لان لا يعقل بان المحل مسدود تقريبا هذه الجائحه مسدود وكتجي واحد المبالغ باهظه خصو يخلصها. يعني فينا هو الناس هذوك اللي يقول لك خلصهم بعد شكي، فينا اش نخلص انايا؟ نستمر ناكل دابا بعد نخلص نشكي. كما قلت لك النقطه الاولى بالنسبه للمسؤولين كنطلبوا باش يحاول كل الاعفاء التجار من الواجب الكراء، هذه الاولى. ثانيه بالنسبه لليدك خصها دير مراجعه بالنسبه للتجار، لان حول هذا العداد مراجعه بالنسبه للعداد. ثانيا اللي كنشوفوا دابا المسؤولين هو خصنا واحد الارضيه اللي نكونوا راضيينها كتجار كمسؤولين باش نرجعوا المكانه للسوق المركزي، لان صراحه البريق مشى، لان عندنا محمد الخامس مسدود، الله بن عبد الله مسدود، ما عندكش الستاسيونمون ديال الطوموبيلات، فين غادي يجيك الزبون هذا؟ هذا هو الاشاره لهنا، وحنا راه الاشاره للمسؤولين لاي واحد بغى يتناقش معنا في هذه المسائل، احنا مستعدين ليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو معنا في لاشين فانسبو، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.